لو بدي احسب هلا نفس الحساب هون على displacement power factor والdistortion power factor، قلنا احنا الباور فاكتور بيساوي distortion factor في displacement power factor. مظبوط، displacement power factor هو الزاوية اللي انا بعملها ما بين الكرنت والفولتج. هلا لاحظوا هون لانه منأخر احنا على 60 درجة رح يصير عندي هاي متأخرة هون 60 وهاي متأخرة هون 60. فالكرنت لما باجي بتطلع على الكرنت رح الاقي انه الكرنت اللي ماشي في السبلاي رح يكون متأخر على الفولتج ويف فور بمقدار الفا اللي هي 60 درجة. فكأني بداية من البداية لما عملت فايرنج انجل مقدارها 60 اخرت الكرنت عن الفولتج 60 درجه. مظبوط، هذا هو الديسبيسمنت باور فاكتور. لما بحلل الكرنت بعدين للفاندمنتال تبعه راح الاقي انه الفاندمنتال كرنت بالنسبه لهاي الويف فور راح يكون ان فيز معها، راح تطلع الزاويه زيرو لهاي الويف فور من هون. فالديسبيسمنت باور فاكتور مباشره بيساوي كوساين ال 60 ويساوي 0.5. مظبوط، هلا نيجي على الديستورشن باور فاكتور. الديستورشن باور فاكتور بدي الاقي الفاندمنتال. الديستورشن باور فاكتور بيساوي الار ام اس تبع الفاندمنتال على الار ام اس تبع الويف الاصليه. اذا طلعنا على هاي الويف الاصليه من هون قلنا هاي النقطه هون 45 امبير. مظبوط، اذا الار ام اس تبع الويف فورم الاصليه السيجنال الكليه اي سيجنال ار ام اس يساوي 45 امبير. بس هاي لو جينا حللناها للفاندمنتال كومبوننت تبعها اللي له نفس الفريكونسي راح الاقي انه هذا البيك يساوي اي بيك تبع الفاندمنتال بيساوي 4 × 45 على باي. وطبعا هذه مضروبه في ساين، لو بدي اخذ هاي اذا فانكشن اوف تايم بتكون هذه اذا فانكشن ساين. فصارت البيك تبعت هاي 4 × 45 على باي قديش تعطينا؟ 57.29 امبير. هلا لو بدي احول هاي الار ام اس فبتصير عندي اي 1 ار ام اس بتساوي 57 على 0.29 على جذر الاثنين قديش تطلع؟ 40.5. فصار عندي الديستورشن باور فاكتور بيساوي 40.5 × 45 اللي هو تقريبا 0.9. فبصير عندي هلا التوتال باور فاكتور بيساوي حاصل ضرب الاثنين اللي هم 0.5 × 0.9 ويساوي 0.45 اللي هي نفس 0.45. اوكي.